أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن استعدادات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 تسير على قدم وساق، حيث تتابع الحكومة بصورة دؤوبة كافة التحضيرات التي تتم سواء في إطار تجهيزات المؤتمر أو فعالياته أو أعمال تجميل شرم الشيخ. وخلال الاجتماع 12 للجنة العليا المختصة لمتابعة اللمسات الأخيرة للتحضير لاستضافة مؤتمر COP27 للمناخ، أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف لمتابعة اللمسات النهائية للأعمال التحضيرية والتجهيزات في ضوء اقتراب موعد عقد المؤتمر في مصر.